أهلا 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 وسهلا بالضيوف الكرام. رحبت بك الدار وسهل بك الجناب. تركنا القافلة وراءنا وجئنا نطلب الماء. حبا وكرامة، ستحظى بماء عذب نمير. أيها الشماس، أيها الشماس، تعال يا بني، خذ هذه الجرار واملأها من عين الماء. من أي بلد قافلتكم؟ نحن من مكة أيها الراهب. بلد قريش وشعراء قريش. ليس في قريش غير بضعة شعراء، إن كنت تعرف الشعر والشعراء حقا. وهل أسأل عن شيء لا أعرفه يا بني؟ ما الذي تعرفه عن شعراء قريش؟ يكفي أن فيهم شاعرا من بني جمح اسمه وهب. تعني أبا دهبل وهب بن زمعة الجمحي؟ هو من عنيت. هل تحفظ له شعرا؟ أحفظ له بيتا أو بيتين. حسنا، أسمعني وأسمعك. يقول أبو دهبل الجمحي: قومي بنو جمح، قوم إذا انحدرت شهباء تبصر في حافاتها الزغفة. أهل الخلافة والموفون إذا وعدوا، والشاهدوا الروعة لا عزلا ولا كشفا. وأنا أحفظ له شعرا آخر. أسمعني. قال وهو يرتجز: أنا أبو دهبل وهب لوهب، في جمح في العز منها والحسب، والإمرة الخضراء العيص الأشب، ومن هديل والدي عال النسب، أورثني المجد أب من بعد أب، رمحي رديني وسيف المستلب، وبيضتي قونسها من الذهب، درعي دلاص سردها سرد عجب، ليوم هيجاء أعدت للرهب. ليوم هيجاء أعدت للرهب. جميل جميل، تفضلا تفضلا، أسمعاني المزيد في الداخل. هيا تفضلا. ما إن اقترب المغرب إلا وبدأت تعد عدة الخروج من ملبس وطيب. أنا أصلي المغرب في الحرم كل ليلة، هذا ما اعتدته. وبعد الصلاة يبدأ السمر والأحاديث والشعر. ما الذي يغضبك يا امرأة؟ ما العيب في سمر الرجال لأجل الأحاديث والشعر؟ أتسامر وتحدث الرجال فقط يا وهب؟ يا امرأة، يا أجمل امرأة، إني أعود كل ليلة لأقضي معك أجمل وقت، نتحدث ونتسامر ونضحك. ليتك لا تخرج. أمنية لا أستطيع أن أحققها لك، فأنا لا أطيق الحبس. الحبس، الحبس، يقولها بلا تردد. إنه يرى في البقاء معي حبسا وقيدا. مزينة، ما بالك في غضب وصخب؟ أنا في محنة يا مزينة، وهب لا يحب البقاء في البيت ليلة. أوه، هذا ديدن الرجال. سالي من تزوجت ثلاثة منهم: ضبيع كسبيع، وسبيع كمناع. ماذا كنت تفعلين حين يذهب عنك زوجك إلى أصحابه؟ أسامر المغزل وأحدث نفسي حتى يعود، وحين أعاتبه لا أسمع منه ما أريد. ليس كلهم سواء في بعض الطباع، فسبيع رحمه الله كان يحب الصيد، وعلمت من بعض الأعراب أنه عاشق امرأة، فطردته وجعلته يطلقني. أما دبي، دعينا في أمر سبيع، هل حقا عشق امرأة غيرك؟ نعم،
كان يعتذر بأي عذر كي يخرج ليلا، وكنت أسمعه ينشد متغزلا. لقد كنت آتيها وفي النفس هجرها بتاتا، لأخرى الدهر ما طلع الفجر. تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وينبت في أطرافها الورق النضر. كان يتغزل بامرأة على مسمع منك؟ غلبه سلطان الهوى والغرام يا ابنتي، وليس لسلطان الغرام غريم. كيف رضيت بذلك؟ ومن قال إني رضيت؟ وماذا فعلت إذن؟ فارقته وهجرته، ثم اضطر إلى طلاقي وفراقي. ويلي، إذا كان أبو دهبل يعشق غيري. هذا أمر لا يخفى، وسيأتيك بالأخبار من يسمع أو يرى. ما لك تقدم رجلا وتؤخر أخرى يا الله؟ هل قدمك تسحبك إلى مكان تحبه؟ كل مكان في مكة أحبه يا أسامة. يقول الشاعر: لا تتحامى وراء قول غيرك، قل ما تريد قوله بلا تردد. نفسك تتوق إلى مجلس عمرة، وأنت تحاول أن تتجنب مجلسها. لا نريد أن نثقل على المرأة يا أسامة، نحن ندخل مجلسها بين ليلة وليلة. ليس في ذلك عيب ولا ريب، فهي سيدة من الأشراف اعتادت مجالسة الرجال لتسمع منهم وتسمعهم. صدقت، ولكن لا تحاول أن تتمنع ونفسك راغبة. هيا تعال معي، هيا. غلبه سلطان الهوى والغرام يا ابنتي، وليس لسلطان الغرام غريم. وليس لسلطان الغرام غريم. ليس لسلطان الغرام غريم. ليس لسلطان الغرام غريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصلاة ترفع وسواس الشيطان. عبد الله بن الزعبري سيد شعراء قريش. أنت تفضله على غيره لأنه قال في أهلك: نعم الشباب شبابهم وكهولهم صبابة وليسوا من الجهال. حق لك أن تذكر هذا الشاعر الجليل بخير. ليس لأنه مدح أجدادي وحسب، ولكني أحفظ له شعرا كثيرا، وإذا ذكرته فإني أذكر أبياتا قالها في عام الفيل يوم دخل جيش أبرهة مكة. إنه يوم مشهود لا ينساه الناس على مر الأزمان. ماذا قال عبد الله بن الزعبري في ذلك اليوم؟ تنكلوا عن بطن مكة، إنها كانت قديما لا يرام حريمها، لم تخلق الشعر ليالي حرمت، إذ لا عزيز من الأنام يرومها. سأل أمير الجيش عنها ما رأى، ولسوف ينبي الجاهلين عليمها. كانت بها عاد وجرهم قبلهم، والله من فوق العباد يقيمها. هذا يذكرني بقول طالب بن أبي طالب حين ذكر يوم الفيل: أسمعينا يا عمرو، فأنا لم أسمع شعرا لطالب. حبا وكرامة. يقول طالب: ألم تعلموا ما كان في حرب داحس وجيش أبي يكسوم إذا ملأوا الشعب؟ فلولا دفاع الله لا شيء غيره لأصبحتم لا تمنعون لكم سربا. في هذه القصيدة يا عمرو مدح جميل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أسمعنا يا وهب. أخائفة في النائبات مرزأ، كريما نشأه لا بخيلا ولا زربا، يطيف به العافون يغشون بابه، يأمون بحرا لا نزورا ولا صربا. أحسن وأجاد والله، وقال حقا.
متى عدت يا وهب؟ قبل قليل. الليل في آخره وأنت تجلس واجما بعد طول السهر، ألا تريد أن تضع رأسك على الوسادة كي تريح بدنك؟ الفجر قريب يا امرأة، ويجب أن أدرك الصلاة. وبعد الصلاة ينكشف الصبح عن بياض النهار، وبعد النهار يأتي الليل، وأنت تقضي يومك وليلك بلا نوم أو راحة. عودي للنوم، هذا خير لك ولي. ما الذي يشغل بالك يا وهب؟ ما لي يراك في حزن؟ أي حزن هذا؟ أنا تعب لا أكثر. نم ساعة وسأوقظك قبيل أذان الفجر. تعال إلى الفراش. هيا أغمض عينيك واستسلم للنوم. لا خير في من يعشق ويكتم عشقه، ولا خير في عشق لا يقابل عشقه. هي مقايضة إذن عشقا بعشق، وكيف ترينها أنت فيها؟ لا أدري، فأنا لم أجرب العشق. تطاول هذا الليل ما يتبلج، وعيت غواشي عبرتي ما تفرج، وبت كئيبا ما أنام كأنما خلال ضلوعي جمرة تتوهج. فطورا أمني النفس من عمرة المنى، وطورا إذا ما لج بي الحزن أنشج. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لبيك اللهم لبيك. أستغفر الله من وساوس الشيطان. ليست كل النساء مثلنا، فنساء الأشراف والثريات لهن خدم يا سعاد. ليتني مثل عمرة الجمحية التي يتوافد الشعراء إلى بيتها وليس لها عمل غير الشعر ومجالس الأدب. أنا رأيت الشعراء يدخلون بيتها والخدم يستقبلونهم، وبعض الشعراء يأتي كل ليلة. هل أبو دهبل من بين هؤلاء الشعراء؟ هذا أمر لا يحتاج إلى سؤال يا مزينة. أبو الذهب الأول من يدخل وآخر من يخرج. تفضل سيدي. أراك بكرت في الحضور يا وهب. أريد أن أحدثك على انفراد، فالشوق إليك والحنين يدفعاني دفعا. كأنك غبت عني شهر. أموت إن غبت شهرا. تموت؟ لا تبالغ يا وهب. أنا كما قال الشاعر يا عمرة، لا نستطيع سلوا عن مودتها، أو يصنع الحب بي فوق الذي صنع. أدعو إلى هجرها قلبي فيسمعني،
حتى إذا قلت هذا صادقا نزع. أنت شاعر وتستشهد بشعر غيرك يا وهب؟ ألم تأخذي علي عهدا أن لا أقول غزلا؟ أنا يا وهب؟ تذكري كيف قلت لي لا تفضحني بشعرك يا وهب. هذا لا يعني أني منعتك من قول الشعر في غيري. ويلي منك يا عمرة، ماذا أفعل والشعر فيك ألذ من العسل؟ وأنا الآن أريد أن أقول مختزنا في صدري ويغلي محاولا الخروج ليقع في سمعك. في سمعي أنا؟ قل إن كان ذلك لي وحدي. ويشفق قلبي من فراق خليلة لها نسب في فرع فهر متوج، يجول وشاحها ويغتص حجلها، ويشبع منها وقف عاج ودملج. لما بدأت بذكر الفراق يا وهب؟ هل تخافين فراقنا يا عمرة؟ ما يريده الله يكون، لكني لا أريد فراقك. هل أساعدك في إنجاز حاجتك يا أم بهبل؟ لقد خبزت وغسلت الصوف ولم يعد هناك ما أفعله سوى أن أدور لأشغل نفسي في أي عمل حتى يعود وهب. ومتى يعود وهب عادة يا أم بهبل؟ لا أدري، يعود حين يعود. في الليل أم في النهار؟ ما كل هذه الأسئلة يا مزينة؟ أرى في عينيك سؤالا لا تريدين البوح به. أوه، ماذا أقول؟ نحن نسمع الكثير ولكن لا نستطيع أن نقول شيئا إلا بعد أن نتأكد منه. وبعد يا مزينة، لقد أثرت في نفسي ريبة وظنونا حول زوجي. الحق يا أم دهبل أني سمعت كلاما من هنا وتلميحا من هناك، ولكني أعلم جيدا أن النساء يشغلن وقتهن بالثرثرة، وبعض الثرثرة تأتي من الغيرة والحسد. أريد أن أسمع ما يقال عن زوجي. أتعلمين شيئا عن مجلس عمرة الجمحية؟ نعم، إنها شاعرة أديبة اعتادت أن تجالس أهل الشعر. نعم، زوجي يدخل مجلسها مع الشعراء، أليس كذلك؟ نعم. أنا لي علم بالأمر لكني لم أستوثق بعد. هل من ريبة في الأمر؟ هل بينها وبين زوجي ما يتحدث عنه الناس؟ إنها سيدة ذات حسن ومكانة، وزوجك شاب وسيم، وهما يلتقيان كل ليلة، ولا يصبر أحدهما على فراق الآخر. يعني إنهما عاشقان يا مزينة. ماذا أفعل؟ كيف أتدبر أمري؟ كيف أبعد هذه المرأة عن حياتي؟ دعيني أتأكد أولا وبعد ذلك سأتدبر الأمر. خذي هذا الآن وسأمنحك أثما إذا استطعت أن تريحي قلبي وتبعدي تلك المرأة عن زوجي. أين سيدتك عمرة؟ اقتربي يا خالة. قرب الله منك كل ما تودين يا ابنتي. خيرا إن شاء الله، هل من حاجة فأقضيها لك؟ أنا من جاء ليقضي لك أكثر من حاجة يا سيدة بني جمح. أنت تعرفينني إذن؟ أوه، من ذا الذي لا يعرف زينة النساء وشاعرة الشواعر عمرة؟ بالغت في الإطناب يا خالة. كل المدح والإطناب
قليل إزاء هذا الجمال والكمال. وبعد، هل سنقضي الحديث دون أن نعرف ما الذي جئت لأجله؟ أنا أبيع الطيبة والزينة وأقناط الفضة والحناء وكل ما تتمناه العرائس. تفضلي، تفضلي وتخيري. وما شأني أنا بما تبيعين؟ شأنك هو شأن من ستتزوج بعد أيام. هيا هيا بلا دلال يا أحسن عروس. من أخبرك أني سأتزوج يا هذه؟ نساء الحي وحتى بعض الرجال يقولون إن وهب الجمحي سيتزوج عمرة الشاعرة عمرة، لما بينهما من ود ومحبة. خذي حاجتك واخرجي من بيتي يا هذه. لا بأس عليك يا سيدتي، ليس في الزواج عيب أو حرام، وما دام أبو دهبل يهواك فالزواج ثمرة طيبة للعشق والهوى. خروجي من بيتي. ويلي ويلي من سوء ما أصابني، لقد فضحت فضحت. كيف حسمت الأمر يا امرأة؟ بكلام أصاب مقتلا. هل واجهتها بحقيقة ما بينها وبين زوجي؟ بل جعلتها تشعر أنها تواجه فضيحة وأن اسمها تلوكه الألسن. كيف تجرأت؟ جئتها من طريق بعيد، قلت لها أبيع الزينة للعرائس، وبما أنها ستصبح عروسا لوهب فلا بد أنها. هل ستصبح عروسا لزوجي؟ لقد أصابها ما أصابك من فزع وطردتني، وأظن أنها ستطرد زوجك إذا أراد دخول مجلسها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحقا ما سمعناه يا أسامة عن قرب رحيلك إلى الشام؟ ذلك يعني أنك انقطعت عن زيارتي. أنت من خرج من مكة ثم جاء بعد ذلك الخبر برحيلك مع ابن خالك. يبدو أن الأخبار كثرت في أثناء غيابي. لا جديد هنا، كل شيء كما هو. حتى مجلس عمر التي فضته وصرفت عنه الشعراء يا واه. ماذا؟ من أخبرك بذلك؟ أنا لم أسمع. خادمها دخل مجلس ابن الحكم وعنده بعض الرجال، فقال لهم: سيدتي تبلغكم السلام وترجو ألا يقرب مجلسها رجل بعد اليوم. مضت فترة وأنت كما أنت، لا صوت ولا حركة ووجهك عابس. ما الأمر؟ أمر لا يعنيك يا امرأة. إذا كان أمر زوجي لا يعنيني فماذا يعنيني إذن؟ قل لي فلعلي أستطيع أن أخفف عنك بعض ما تلقى. دعيني وهمي. يبدو أن السحر انقلب على الساحر. هل أستطيع أن أكلم سيدتك؟ سيدتي لا تريد أن تكلم أحدا أو تقابل أحدا. ولكن أنا أنت بالذات يا سيدي. Thank you.
3 ليال وانت على هذه الحال. لا تكلموني ولا تقربوا فراشي ولا تلتذوا بنوم او طعام. عاشق انت؟ دعيني لهمي يا امرأة. هو همي ايضا. ما انت فيه اصابني باشد الهم والالم. ليس هينا ان يهجر الرجل زوجته وهو معها في بيت واحد. ما هذا الهذ؟ هل جننت؟ لست عاشقة. قد صد عنها من تحب وجن. لست مثلك يا وهب. قد اصابك العشق وصدت عنك من تهواها. ساجري دمك يا امراه. ما كنت احسبك تعشق عمره كل هذا العشق. ظننت صدودها سيجعلك تعود الي. انت من سعى بيننا بالسوء يا امراه. اكنت تظنني سابقى ساكته مستسلمه. لا لا يا وهب، بعد الاشعه التي سمعتها عنك لا دخلت دارك بعد اليوم. هو لقد قطع الواشون ما كان بيننا، ونحن إلى أن يوصل الحبل أحوج. رأوا غرة فاستقبلوها بكيدهم، فراحوا على ما لا نحب وأدلجوا. هم منعونا ما نحب وأوقدوا علينا وشبوا نار صرم تأججوا. ولو تركونا لأهدى الله سعيهم، ولم يلحنوا قولا من الشر ينسجوا. لأوشك صرف الدهر يفرق بيننا، وليستقيم الدهر والدهر أحوج. كيف وقع هذا؟ تعال لنصلح ما فسد. هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أرى الحضيرة على خير ما يرام. ما بك يا وهب؟ تغير حالك وغارت عيناك، وأخذت لا تألف مجالسنا يا وهب. لا أحب أن أجالس أحد أو أرى أحد، ولا أدري ماذا أفعل. أنا مضطرب. شاع أمرك مع عمره بسبب ما تفعله. ليقل في الناس ما يقولون، ما عدت أبالي. لكنك تعيش هنا مع الناس. لن أبقى، سوف أرحل معك يا أسامة. ألست تنوي الرحيل إلى الشام؟ نعم، بعد يومين سأتجهز وأرحل معك. إن كنت ترى في الرحيل شفاء لما أنت فيه فإني أرحب بك، بل ويسرني أن نرحل معا. ويسرني أن أفارق كل ما يذكرني بعمرو. أمنا أناسا كنت تأمنينهم، فزادوا علينا في الحديث وأوهموا، وقالوا لنا ما لم يقل، ثم كثروا علينا وباحوا بالذي كنت أكتم. وقد منحت عيني القذى لفراقهم، وعاد لها تحتانها فهي تسجم. ولقيت نسوانا فلم أرى فيهم هوايا ولا الود الذي كنت أعلم. أليس عجيبا أن نكون ببلدة كلانا بها ثاو ولا نتكلم؟ أليس عجيبا أن نكون ببلدة كلانا بها ثاو ولا نتكلم؟ ليس عجيبا يا وهب، وقد شاع من أمرنا
كنت أود أن لا يشاع. لم يبق بيننا إلا الرسل والرسائل. أحقا سنبلغ أسامة بعد غد يا أسامة؟ ما مرنا ذراع أو عابر سبيل إلا وسألته وسمعت منه. أتعبني السفر يا أسامة، فلا تلمني. وكأني لست معك في رحلتك. أراك أشد مني وأجلد على السفر. سنصل الشام ونريح أبداننا ونزيل عنا غبار السفر وننسى كل هذا التعب. النسيان نعمة وفيه تخفيف لحر الفؤاد. حر الفؤاد؟ أنت تتحدث عن نسيان آخر، وأنت تعلم عن أي نسيان أتحدث. ما كنت أظنني سأصبر على فراقك وينام جفني أو ألذ بطعامي وشرابي. عجيب أمرك يا أبا دهر، تعشق امرأة كل هذا العشق وتتزوج غيرها؟ كان السبيل إليها صعبا ولم أكن واثقا من قبولها لحبي، فتزوجت لأكتشف أني أخطأ وأن لا أحدا من النساء يعدل عمره. ثم جاء ما لم أكن أتوقعه، أن تبادلني عمرة حبا بحب وتشترط علي أن أكتم الأمر عن الناس. وجميع الناس علموا بالأمر وشاع السر وداع، ولم يعد بقائي ممكنا بعد أن تركت بيتي وزوجتي. أراك تأسف على ما كان. ما كان كان، والأسف لا يرد فائتا. هيا نمضي في طريقنا إلى الشام. أهلا أيها الطارق. يا غلام افتح الباب. سهيل بن نصيب. صديقي أسامة، لا أكاد أصدق. مرحبا مرحبا. ما أسعدني برؤيتك يا ابن عم. وأنا أيضا. من هذا؟ هذا وهب الجمحي، ألا تذكره؟ نسيتني يا سهيل؟ من ذكرتك يا شاعر بني جمع. أهلا وسهلا. تفضل تفضل إلينا بالماء والفاكهة يا غلام، ثم أعد الطعام. هيا هيا. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. طاب مقامي هنا في الشام، وهذا الخان يأتيني برزق لا بأس به. هو أهل البساتين من حولي يتحفونني بفاكهة وثمار. وهكذا نسيت مكة وأهلها. أما هذه فلا، مكة لا تنسى أبدا ولا يغفل القلب عن ذكرها. وهب خرج من مكة لينساها. قاتلك الله يا أسامة، لأنك تعرف الحق وتحرفه. دعكما من شجار الصغار، سأعد لكم مكان النوم ريثما يأتي الطعام. كيف غفلت عن الحصان يا وهب؟ تركته وراء الخان مع الخيل، ولا أعلم كيف فك الرباط وهرب. ابحث أنت في البستان وأنا ذاهب إلى الخان. هيا. أنت هنا؟ أنت هنا وأنا أبحث عنك. من أنت يا هذا؟ أنا وهب، أبو دهبل، أبو دهبل الشاعر. وكيف وصلت إلى هنا؟ الفضل لحصاني الذي قادني كي أنعم بالنظر إلى هذا الجمال. انصرف،
انصرف من هنا وإلا دعوت الحرس ليجلدوك. انصرف. قلت لك انصرف. ما هذا الذي تهذي به يا وهب؟ ليس هذيانا يا هذا. لقد كانت هناك مع بنات في عمرها. ما أجملها يا أسامة وما أعذب صوتها رغم أنها شتمتني. شتمتك يا وهب؟ شتمتك وانت تارى في شتمها عذوبة؟ لا عجب يا أسامة، فأنا كنت قد تجاوزت الحد في دخولي للبستان. إن دعاني الحين فاقتادا حتى رأيت الظبي بالباب. يا حسنه إذ سبني مدبرا مستترا عني بجلباب. سبحان من وقفها حسرة صبت على القلب بأوصابي. الغزل يسمعه القلب قبل الأذن، وأبو دهبل معروف بتغزله. لا عدد لمن تغزل بهن، فهو يحب سريعا ويسلو سريعا. لا تظلمني يا أسامة، فأنا لم أسلو إلا من اضطرتني للسلوان. أرجو من الله أن تجد هنا من تعوضك وتنسيك حبك المفقود. يبدو أن امرأة في الطريق يا سهيل. في طريقك أنت أم في طريقي هو؟ تفضل هذه الفاكهة. أدام الله كرم مولانا وأهله، وإني أدعو لهم في كل صلاة. بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك. تريد أن تفقد رأسك يا هذا؟ تعال تعال وانجو بنفسك قبل أن يراك حرس أمير المؤمنين. بستان أهل الخليفة معاوية؟ أنجانا الله من شر واقع يا ناس. الفتاة التي رأيتها من جوار أمير المؤمنين؟ إنها عاتكة، عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان. لو رآك أحد لما سلمت. إياك أن تعود لفعلتك يا بدهبل. وكيف لي أن أترك قلبي يتعذب ثانية يا أسامة؟ لن يبقى لك قلب إذا افتضح أمرك. استر علينا يا أبا دهبل ولا تعد إلى البستان. سنختبئ بين الشجر وعليك أن تجدينا. هيا بنا. وأرجو أن تكون ثالثة ورابعة، وإنما أن تكوني راضية عني. الويل لك من نفسك يا هذا، أنت تسعى إلى الهلاك. الهلاك؟ الهلاك في أن أراك نافرة عني. أتعلم من أنا يا هذا؟ أعاتك هلا إذ بخلت فلا نرى. لذي صبوة زلفى لديك ولا حقا، رددت فؤادا قد تولى به الهوى، وسكنت عينا لا تمل ولا ترقى. عتيكة عتيكة أين أنت؟ أحسن الغزل ما قاله القرشيون. نعم نعم، كقول شاعرهم: والنفس راغبة إذا رغبتها وذا ترد إلى قليل تقنع. هذا ليس من الغزل بل الرثاء. أنا من يقول في الغزل ما لم يقله أحد. أسمعنا يا شاعر بني جمح. ألا لا تقل مهلا فقد ذهب المهل، وما كل من لحى محبا له عقل. لقد كان في حولين حالا ولم أزر هوايا، وإن خوفت عن حبها شغل. حمى الملك الجبار عني لقاءها، فمن دونها
تخشى المتالف والقتل. كفى يا وهب، لا تزد وإلا. لم يبقى إلا أن تذكر اسمها وتقول هي عاتقة بنت الخليفة. إنه يتغزل بنت معاوية بن أبي سفيان. عاتقة؟ الويل له، سأقتله بيدي. من هذا الذي تدعو له بالويل والثبور يا يزيد؟ إنه الشاعر الجموحي أبو دهمل الذي فضح ابنتك في المجالس. اخفض صوتك ودعني أسمع منك، ما الذي حصل؟ إنه يتغزل بعاتك في المجالس يا أبي. فوا كبدي، إذ ليس لي منك مجلس، فأشكو الذي بي من هواك وما ألقى. إنه لم يجالسها ولم يجد منها أذنا تسمع. إن لم تقطع لسانه قطعت أنا عنقه. لا بأس يا زيد، لا بأس، لا ترفع صوتك. سأرسل إلى أبي دهبل ليحاكمه هنا بحضورك، وسأسأل عاتك عن حقيقة الأمر، فهي عاقلة وحازمة، لا تخفي عني أمرا. جاءنا البلاء من حيث لا نحتسب، جند أمير المؤمنين دخلوا الخان وهم يسألون عن شاعر قريش الجمحي. ذهب دمك هدرا يا وهب. من هو أبو دهبل؟ أنا أبو دهبل. تعال معي. هيا. ويلي من سوء سمعة الخال يا أسام. ولقد قلت اتطاول سقمي وتقلبت ليلتي في فتوني، ليت الشعر أمن هوى طار نومي. أنبراني الباري قصير الجفون. بمن تغزلت بهذا الشعر؟ إنه شعر، خيال شاعر لا أكثر يا مولاي. أعاتك، هلا إذا بخلت فلا نرى لذي صبوة زلفى لديك ولا حقا. رددت فؤادي قد تولى به الهوى، وسكنت عينا لا تمل ولا ترقى. ولكن خلعت القلب بالوعد والمنى، ولم أرى منك جودا ولا صدقا. ويقول فيها أيضا: وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص، ميزت من جوهر مكنون. وقلت أيضا يا مولاي: وإذا ما نسبتها لم تجدها في سناء من المكارم دوني. هي كما ذكرت، فأبوها معاوية، وجدها أبو سفيان، وجدتها هند بنت عتبة، فهي في سناء وعلا. كيف تدعي بينكما علاقة حب فتقول: فلا خير في حب يخاف وباله، ولا في حبيب لا يكون له وصل. وقلت بعد هذا: فواكبدي، إني شهرت بحبها ولم يكو فيما بيننا ساعة بثل. إنما شهرت بحب عمرة شاعرة بني جمح يا أبا دهبل، فأخبار مكة تصلنا ولا تنقطع. وأنت القائل: لقد قطع الواشون ما كان بيننا، ونحن إلى أن يوصل الوصل أحوج، فطورا أمني النفس من تكتم المنى، وطورا إذا ما لج بي الحزن أنشج. لقد قتلتني تلك الأماني،
ولم أفز بعمرة. أنا سأضمن لك الفوز بها، وسأمنحك مالا تعود به إلى مكة، ورسالة تضعها بيد عمرة، وتقول لها: أمير المؤمنين يخطبك إلي، وهذه رسالته يسألك بها القبول. ليس بعد حلمكم وكرمكم حلم وكرم يا مولاي. إذا تجهز للرحيل، وسيأتيك من يحمل لك المال والرسالة. جزاك الله خيرا يا مولاي. ظننتك ستقطع لسانه. قد فعلت يا ولدي. وما الذي فعلته غير أن أكرمته وأنعمت عليه؟ إنه يستحق قطع رقبته. لو فعلت هذا يا ولدي سيشاع أن أمير المؤمنين وجد بين الشاعر وابنته عاتكة ريبة فقطع رأسه، وأنت أدرى ما ستقذفنا به ألسنة السوء. أما الآن فإن أبا دهبل سينفي بنفسه كل هذا الهذر واللغو، فسينشغل بزواجه من عمرة الجمحية. هذا درس يا يزيد عليك أن تتعلم.